السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي، مرحبا بكم في حلقة جديدة. معكم مستر صبري ياسين، وهذه قناة سبيشال يوتيوب، قناة الشباب المتميز. والحلقة دي إن شاء الله هحل معاكم الجرامر على الوحدة الأولى، الدرس الأول والثاني من كتاب ماي نيو فريند لعام 2023، اللي هو كتاب الشرح. يا ريت على ما يخلص الانترو تضغط لايك للفيديو وتشير الفيديو مع زمالك على اي وسيله من وسائل التواصل الاجتماعي. لو اول مره تشوف القناه شرفني اشتراكك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان تصلك اشعارات بالحلقات الجايه ان شاء الله. استنوني بعد الانترو. ورجعت لكم مره ثانيه، ويلا بينا نبدا بسم الله. قبل ما نبدا احب افكر الناس ان انا هشتغل معاكم ان شاء الله الوحده الاولى بس بشكل مجاني لحد نهاية الوحدة الأولى، وبعد كده لو عاوز تشاهد بقية حل فيديوهات الكتاب هيكون باشتراك 200 جنيه للترم الأول بالكامل. ولو حابب إنك تشترك في كتب تانية زي المعاصر أو جيم أو كتاب العمالقة، التلات كتب لو اخترت التلات كتب، التلات كتب هيبقوا ب 500 جنيه. يلا بينا نبدأ بسم الله في إجابات الكتاب. نمبر 1 I used to play football when I was young but now I not. قبل ما نحل ونشتغل في الإجابات، أنا ما بقولش معاني الجمل وإحنا بنشتغل في دروس الجرامر إلا إذا استدعت الضرورة، يعني لو المعنى هيأثر في الاختيار وفي الإجابة. فأنا معظم وأنا بحل هتلاقيني في أوقات كتير ما بقولش معنى الجمل، لأن إحنا بنحل هنا جرامر. فلو بصينا لكلمة ناو هلاقي كلمة ناو معناها الآن، بتدل على زمن المضارع، وطالما بتدل على زمن المضارع يبقى وزنت اللي بتدل على الماضي غلط، ودنت اللي بتدل على الماضي غلط. فاضل عندي يا دونت يا امت. ابص للفعل اللي جاي بعد يوزد تو اللي بتعبر عن عاده في الماضي، الاقي جاي بعدها بلاي اللي هو مش فيرب تو بي، يبقى الاجابه هتكون دونت. طب افرض كان قال اي يوز تو بي، ساعتها كنا هنختار امت. رقم 2 هاو لونج اجو لحد نهايه الجمله. هاو لونج اجو اداه الاستفهام دي دل على زمن الماضي البسيط لوجود كلمه اجو فيها، وبالتالي هنختار فعل مساعد في زمن الماضي البسيط، دي حاله سؤال، فهنا عملت استفهام في الاخر، فده ترتيب حاله سؤال ديد زائد الفاعل زائد المصدر. المساله اللي بعدها رقم 3 ماي سيستر نقط هير يونيفرستي ديجري ان 2018. حرف الجر ان لما يجي بعده سنه من سنوات الماضي يبقى انت محتاج فعل ماضي، يبقى الاجابه هتكون جوت. طيب لان هو ده الفعل الماضي اللي موجود، بس انت عندك هنا ماضي تام، ينفع تاخد الماضي التام؟ ينفع لو غيرت حرف الجر ان وخليته باي. المساله اللي بعدها رقم 4 I went to the company and not the sales manager. الاجابه هتكون كلمه met عشان جاي قبل منها فعل في الماضي البسيط في الجمله الاولانيه اللي هي بتقول I went to the company، وبعدين ده حرف عطف، فالفعل الماضي البسيط وده حرف عطف، يبقى هنا برضو يجي ماضي بسيط، المعطوف بيكون زي المعطوف عليه في كل حال، يبقى انت محتاج هنا فعل ماضي بسيط. المساله اللي بعدها رقم 5 ديد يو لحد نهايه الجمله، دي حاله سؤال في زمن الماضي البسيط، ديد زائد الفاعل زائد الايه زائد المصدر، يبقى الاجابه هتكون يوز. المساله اللي بعدها رقم 6 ذس نايس ستوري نقط باي طه حسين. كلمه باي طه حسين بتدل ان الجمله مبنيه للمجهول، يعني بواسطه طه حسين. الفعل ده مبني للمعلوم، وده مبني للمعلوم، وده مبني للمجهول لكنه مضارع، وده مبني للمجهول لكنه ماضي. طيب طه حسين ده هنقول بقى القصه، هذه القصه الجميله تكتب دلوقتي بواسطه طه حسين، طه حسين مات من زمان، يبقى مش هينفع المبني للمجهول في المضارع، يبقى الاجابه بتاعتي هتكون مبني للمجهول في الماضي. رقم 7 شي نقط ستادي ات نايت وين شي واز يونج. السياق بتاع الجمله كلها ماضي، لان انت عندك وين اللي معناها عندما جاي هنا بعدها فعل ماضي، يبقى السياق ماضي. طيب يبقى انت هنا تختار ايه؟ بصيت هنا لقيت في مصدر، يبقى از يوزد ده مش هتنفع، لان دي بتعبر عن العاده في المضارع وبيجي بعدها فيرب اي ان جي، وانت عندك هنا مصدر. نفس الكلام ووز يوزد تو بيجي بعدها فيرب اي ان جي، مش نافعه. فاضل عندي يوزد ويوزد تو، يبقى هنختار يوزد تو عشان يوز تو معناها اعتاد ان وبتعبر عن عاده في الماضي وبيجي بعدها فعل في المصدر، لكن دي ناقصها تو عشان تنفع. رقم 8 ماي انكل يوز تو درايف ا كار نقط هي واز 20. يبقى الاجابه هتكون كلمه وين اللي هي هنا جايه رابط معناها عندما،
والجملة بتقول عمي أو خالي اعتاد أن يقود السيارة عندما كان عنده 20 سنة. طبعا سنس بيجي بعدها في جمل ماضي بسيط صحيح، لكن بيكون قبل منها مضارع تام. سنس بيجي بعدها جملة ماضي بسيط ماشي، الجملة دي ماضي بسيط اللي هي ده هي، لكن بيكون قبلها مضارع تام مش قبلها ماضي بسيط. وايل مش هتنفع هنا خالص ولا أجوب. المسألة اللي بعدها رقم 9، عادل ان طنطا ان 20 او 2. زي ما قلنا ان وسنة من سنين الماضي، يبقى انت محتاج فعل ماضي، يبقى الإجابة هتكون عادل وزبورن. مش هينفع مبني للمعلوم، وزبورن معناها ولد، جملة معناها عادل ولد في طنطا سنة 2002. المسألة اللي بعدها رقم 10، last month he not his job without anyone knowing about it. last month احد التعبيرات الدالة على الماضي، يبقى احنا هنختار فعل ماضي، يبقى المضارع التام ده مش هينفع، ده مبني المجهول. هنقول الشهر الماضي هو تورك وظيفته، طبعا مش هتنفع، يبقى الإجابة الصحيحة هتكون ترك وظيفته خلاص بدون أن يخبر أي أحد عن ذلك. طب ليه مش هتنفع was leaving؟ دي معناها كان يترك وظيفته اللي هو إيه؟ مستمر. هل ترك الوظيفة بيستمر فترة من الزمن؟ طبعا لا ما بيستمرش، يبقى ما فيش داعي أن أنا أخذ زمن مستمر. التمارين اللي بعد كده الخاصة على الباست كونتينيوس اللي هو زمن الماضي المستمر، والنون اكشن فيربس اللي هي الافعال، افعال الحالة، الافعال اللي هي ما فيش فيها حركة، زي ايه؟ زي بي وزي فيل وزي تيست، اللي هي الافعال التي لا توضع في الازمنة المستمرة. نمبر 1، while my mother not our lunch I was doing my homework so I couldn't help her. الاجابة هتكون was making اللي هو زمن ايه؟ ماضي مستمر، لانه ويل بيجي بعدها زمن ماضي مستمر. والجمله معناها ان بينما امي كانت تعد غدا انا كنت بذاكر او كنت بعمل الواجب بتاعي فما قدرتش اساعدها. يبقى الخط الزمني بتاع الام اهو كانت بتعمل ايه؟ بتعد الغداء، يعني مشغوله. وده الخط الزمني بتاعي انا، كنت بعمل ايه؟ كنت بعمل واجبي، يعني برضو كنت مشغول. والوقت اللي انا كنت منشغل فيه هو نفس الوقت اللي امي كانت بتعد الوقت فيه، فكان ده حدثين مستمرين حدثا في وقت واحد بالتوازي مع بعضهم البعض. يبقى دي من احد استخدامات الماضي المستمر مع وايل. بيجي ايه؟ بيجي ماضي مستمر في الناحيتين، يبقى وايل ينفع يجي ماضي مستمر في الشق الاول ويجي في الناحيه الثانيه برضه ماضي مستمر لو الحدثين استمرا في وقت واحد. رقم 2، I know at dinner when Adil arrived so I warmly asked him to share the meal with me. الإجابة هتكون I was having، اللي هو إيه؟ زمن مستمر أهو، كان في الماضي. حصل إيه؟ Adil arrived، عادل وصل، يبقى وصول عادل أهو، يبقى ده كان حدث قصير قطع الحدث الطويل. الحدث الطويل كان إن أنا بتغدى، لما وصل عادل دعوته أن يشاركني الوجبة، قلت له تعالى كل معايا يا عادل. يبقى أنا محتاج زمن الماضي المستمر. رقم 3، There are always economic crises not pandemics. الإجابة هتكون كلمة during اللي معناها أثناء، والجملة معناها يوجد دائما كوارث اقتصادية. كوارث اقتصادية، كلمة كرايسيز، الكلمة ده هي جمع كلمة اسمها كرايسيس اللي معناها كارثة، وجمعها كرايسيز، بحول الاي ده هي اللي قبل الأخيرة بحولها اي، يبقى اسمها كرايسيز معناها كوارث خلاص، يبقى كده معناها كوارث اقتصادية. يبقى يوجد دائما كوارث اقتصادية أثناء الجوائح. كلمة بانديميكس جمع كلمة بانديميك اللي معناها جائحة، زي جائحة الكورونا اللي موجودة دلوقتي. طيب كلمة ديورينج بيجي بعدها اسم بيدل على فترة زمنية، اسم بيدل على فترة زمنية، لكن وين هنا مش هتنفع ولا آز ولا وايل. رقم 4، وايل نوت فور ذا سكول باص اي ميت وان اوف ماي اولد فريندز. الإجابة هتكون ويتنج، لأن وايل ينفع يجي بعدها فيرب اي ان جي،
والجملة كان أصلها while I was waiting. عملنا إيه؟ حذفنا I اللي هو الفاعل وحذفنا was اللي هو الفاعل المساعد وسيبنا الفيرب ing. المسألة اللي بعدها رقم 5 she not dinner when we returned home. الإجابة هتكون wasn't making. ده ماضي مستمر منفي والجملة معناها هي لم تكن لم تكن تجهز أو تعد العشاء عندما وصلنا إلى المنزل. هي ما كانتش بتجهز العشاء لما وصلنا المنزل. أمال كانت بتعمل إيه؟ مثلا ممكن كانت بتعمل أي حاجة تانية. يعني مثلا على سبيل المثال ممكن تقول إنها كانت بتتفرج على التلفزيون، يبقى هي كانت بتمارس نشاط آخر أهو. عندما إحنا وصلنا إلى المنزل، وصلنا إلى المنزل ده الحدث البسيط القصير اللي قطع الحدث الطويل اللي هي كانت بتعمله أيا كان الحدث ده، بس هي ما كانتش بتجهز العشاء. هي ما كانتش بتجهز العشاء. رقم 6 what not at 7 p.m. yesterday. ده اسمه وقت محدد. الساعة 7 ده اسمه ايه؟ اسمه وقت محدد. yesterday بتدل على ايه؟ بتدل على الماضي. يبقى في ايه الزمن اللي بيعبر عن وقت محدد في الماضي؟ زمن الماضي المستمر. يبقى الإجابة هتكون where you doing، ودي ترتيب حالة ايه؟ ترتيب حالة سؤال، لأن عندي you were doing برضو ماضي مستمر، لكن ده ترتيب جملة خبرية مش هينفع. انت عاوز ترتيب حالة السؤال اللي بيكون الفعل المساعد وبعدين الفاعل وبعدين الفعل الأساسي. رقم 7 while Samir was doing his homework his sister not to loud music. while بيجي بعدها جملة زمانها ماضي مستمر، والناحية التانية يا ماضي بسيط يا ماضي مستمر. الإجابة هتكون زمن الماضي المستمر. ليه؟ لأن كان عندي حدثين حدثا في وقت واحد بالتزامن مع بعضهم البعض. يعني ايه؟ تعال نشوف الجمله الاولى بتقول ايه. وايل سمير واز دوينج هيز هوم ورك. سمير كان بيعمل واجبه، يبقى سمير اهو كان منشغل في مزاوله حدث مستمر، عمال بيعمل في واجبه حدث مستمر لفتره من الزمن. الحدث الثاني اخته كانت بتستمع للموسيقى، ادي اخته في نفس الوقت اللي هو بيعمل فيه الواجب اخته كانت عماله تسمع موسيقى، يبقى برضه هي كانت منشغله في مزاوله حدث مستمر خاص بيها. ده عمال يعمل الواجب ودي عماله تسمع الموسيقى. لذلك حتى هو كمل الجملة بيقول ايه؟ بيقول so لذلك he wasn't able to concentrate. هو ما كانش قادر ان هو يركز بسبب ان اخته كانت بتسمع الموسيقى في نفس الوقت اللي هو بيعمل فيه الواجب. رقم 8 احمد زكار was hit by a driver who not at mad speed. الاجابة هتكون was driving. الجملة معناها ان عربية احمد صدمت، مبني المجهول عندي باي بتقول بواسطة، صدمت بواسطة سائق الذي كان يقود بسرعة جنونية. طبعا ده مبني المجهول، هتقول الذي كان يقاد مش هتنفع، ده مضارع وانت عندك السياق ماضي was hit، يبقى ده مش هينفع لانه مضارع، وده برضو مضارع يبقى مش هينفع. رقم 9 I borrowed my brother's watch while my not. الإجابة هتكون was being repaired. تعال نشوف كده. أولا السياق إيه؟ برد برد أهو فعل ماضي، يبقى المضارع ده مش نافع والمضارع ده مش نافع. فضل عندي ماضي بسيط مبني للمعلوم وماضي بسيط مبني للمجهول. هختار المبني للمجهول. ليه؟ لأن الساعة مش هتصلح نفسها بنفسها. هو بيقول إيه في الجملة؟ بيقول أنا استلفت ساعة أخي بينما بتاعتي او ساعتي، يعني بينما ساعتي ايه؟ تصلح ولا تصلح. المبني المجهول الساعه اللي هي ساعتي تصلح عند الرجل اللي بيصلح الساعات، مش هتصلح نفسها بنفسها. رقم 10 while I not in secondary school I wrote many poems about nature. الاجابه هتكون was، لان الفيرب to be ما بتحطش في زمن مستمر زي ده كده بعد while، فده غلط. وطبعا هاد بين وير بين احنا عندنا وايل بيجي بعدها ماضي مستمر او ماضي بسيط لو الفعل ما بتحطش في الازمنه المستمره زي الفعل واز او الفيرب تو بي اللي هو يعتبر نون اكشن فيرب. عندي بعد كده اكسرسايزز اون لانجويج، تمارين عامه بقى. بيقول لي نمبر 1 تشوز ذا كوريكت انسر. نمبر 1 yesterday at 5 past 7 I not my application to the company website. الاجابه هتكون
was uploading. ليه بقى؟ أنا عندي كلمة at 5 past 7 معناها 7:05. كلمة yesterday معناها بالأمس. يبقى كلمة 7:05 دي بتدل على زمن، بتدل على وقت محدد، وكلمة yesterday بتدل على الماضي، يبقى ده اسم وقت محدد في الماضي، وده أحد استخدامات الماضي المستمر. أي طبعا بتاخد was uploading، وأنا عندي كل الباقي ده مش هينفع. رقم 2، I not visit the pyramids every month when I was in Cairo. السياق بتاعك ماضي، لو بصيت هنا تلاقي الجملة الثانية was، يبقى السياق ماضي. طيب عندك هنا ايه؟ الفعل في المصدر اللي هو used، سوري اللي هو visit قصدي. يبقى كلمة unused to اللي بيجي بعدها verb ing مش هتنفع. used for برضو دي بيجي قبلها am و is و are وبيجي بعدها verb ing فمش هتنفع. فاضل عندي used و used to. used لازم تو لها تو عشان تنفع هنا، عشان تعبر عن هدف الماضي، يبقى الاجابه هتكون used to. رقم 3، he was a student he was writing short stories. انا لسه قايل من شويه ان الفيرب تو بي، قصدي ان كلمه وايل اللي هو الرابط ده، لو الفيرب تو بي جه بعد منه ما بتحطش في زمن ايه؟ ما بتحطش في زمن مستمر، بتحط بالشكل البسيط بتاعه ده، يبقى الاجابه هنا هتكون وايل. طب الجمله معناها ايه؟ الجمله معناها بينما هو كان طالبا. عندما كان طالب يعني كان يكتب قصص قصيره. طب ما تنفعش اون، لا اون بيجي بعدها فيرب اي ان جي، ما بيجيش بعدها جمله، انما انت عندك هنا ايه؟ جمله. طيب as soon as دي معناها بمجرد ان، وبيجي بعدها جمله ماضي تام، زيها زي افتر بالظبط، برضو بيجي بعدها جمله ماضي تام، انما دي جمله ماضي بسيط، فمش هتنفع هنا خالص. رقم 4، نها فاوند مي وايل ذا دينر نقط. طيب لو بصينا لكلمه دينر، دينر يعني العشاء. يا ترى العشاء هيطبخ نفسه بنفسه؟ هيطبخ؟ كل ده ايه؟ كل ده مبني للمعلوم، غلط. مفروض يكون was being cooked اللي هو المبني للمجهول. العشاء كان يطهى او كان يطبخ. رقم 5، I no longer play tennis as I not. الاجابة هتكون as I used to. وطبعا مش هنكتب بعدها حاجة، ومش هينفع استخدم used لوحدها من غير to، لان used to معناها اعتاد ان، كما اعتدت. طيب لو استخدمنا used من غير to هيبقى معناها as I used، معناها استخدمت. لو استخدمت كلمة used من غير الحرف الجر to معاها يبقى معناها استخدمت. طب لو حطيت معاها to يبقى معناها اعتدت. طب مش هينفع ناخد ان used to؟ لا طبعا، لان هو دلوقتي بيتكلم بيقول انا لم اعد العب تنس. هكتب لكم، حاول اكتب لكم العربي، هكتب لكم العربي فوق هنا. انا لم اعد دلوقتي يعني ما عدتش بلعب تنس. انا لم اعد العب تنس كما اللي هي ده اهي، او مثلما. مثلما ايه؟ مثلما اعتدت في الماضي. طبعا في الماضي مش موجوده في الجمله، لكن هي مفهومه. انا ما عدتش بلعب تنس دلوقتي زي ما كنت متعود زمان. يبقى هنا as دي معناها مثلما او كما، مش معناها بينما زي اللي هي بتيجي مع while واز وجاست از والكلام ده، مش معناها بينما خالص. وطبعا ان يوزد هنا مش هتنفع، لان انت هنا محتاج حاجه تعبر عن الماضي مش حاجه تعبر عن المضارع. رقم 6، I couldn't open the door as I not a shower. شوف از هنا بقى، از هنا معناها لان. طيب الجمله معناها ايه؟ انا ما قدرتش افتح الباب في الماضي، يعني ما قدرتش افتح الباب لاني was having a shower، لاني كنت باخد دش. ايه اللي حصل؟ اللي حصل بالخط على الخط الزمني اهو، ده كان واحد عمال بياخد دش، يبقى كان منشغل في مزاوله حدث مستمر. جرس الباب رن، يبقى ده الاكس دي بتعبر عن الحدث القصير اللي قطع الحدث الطويل. هل الراجل قدر ان هو يخرج من الحمام؟ لا لسه ما قدرش يخرج، لانه كان لسه هيلبس وياخد وقت طويل، فقال لك اكمل الدش بتاعه، فما قدرش ان هو يفتح الباب انه كان بياخد دش. رقم 7، when Sammy was drawing his sister not a poem. الاجابه هتكون زمن الماضي المستمر، ودول كان حدثين. كان سامي بيرسم was drawing، يبقى كان بيمارس حدث مستمر اهو. طب اخته كانت بتعمل ايه؟ كانت was writing a poem، كانت بتكتب قصيده. يبقى دول حدثان حدثا في وقت واحد في الماضي استمر بالتزامن مع بعضهما البعض. طيب المساله اللي بعدها رقم 8،
when mom was climbing down the stairs she knocked her leg. الاجابه هتكون ايه؟ الاجابه هتكون broke. هنا بقى الموضوع مختلف، ده كان حدث مستمر وقطعه حدث اخر. ايه الحدث المستمر؟ واللي عندما امي كانت تتسلى نازله على السلالم، نازله على climb down the stairs يعني نازله على السلالم. لما امي كانت نازله على السلالم ايه اللي حصل؟ she broke her leg. يبقى ده الحدث القصير اللي قطع الحدث الطويل، كسرت رجلها او رجلها اتكسرت. المساله اللي بعدها رقم 9. When I was in Alexandria I knocked in the sea. الاجابه هتكون I always swam. وطبعا هنا لو بصينا للسياق هتلاقي السياق ماضي I was، يبقى انت المضارع ده مش نافع. طيب have always swam مش هينفع، لان انت هنا عاوز تعبر عن عاده في الماضي، وكمان هنا ده برضو مش هيعبر عن عاده في الماضي. طب هل دي بتعبر عن عاده؟ اه، كلمه always مع كلمه swam بتساوي used to swim، يعني كان الجمله معناها عندما انا كنت في اسكندريه كنت متعود اسبح في البحر. هي نفس المعنى بتاعت انا كنت دايما بعوم في البحر، الاثنين نفس المعنى. رقم 10 I was having lunch when the telephone bell نقط. الإجابة هتكون زمن الماضي البسيط اللي هو كان فيه حدث مستمر أهو، ده كان حدث مستمر. إيه الحدث المستمر ده؟ I was having lunch، كنت بتناول الغداء عندما تليفون رن. يبقى أنا محتاج هنا زمن الماضي البسيط، لأن هنا رن التليفون ده اللي هي علامة الإكس دي رنة التليفون اللي هو الحدث القصير اللي قطع الحدث الطويل. رقم 11 What نقط when I called you you sounded very busy. الإجابة هتكون where you doing اللي هي بتعبر عن زمن مستمر أهو، قطعه حدث بسيط. إيه الحدث البسيط اللي قطعه الحدث القصير؟ I called you، اتصلت بيك، يبقى ده اتصالي. الإكس اللي بتعبر عن الاتصال هو الحدث القصير. طيب هو بيقول له إيه؟ ماذا كنت تفعل عندما أنا اتصلت بيك؟ انت كان يبدو sounded اللي هو معناها يبدو هنا ماضي، كان يبدو انك مشغول جدا، يبقى كان مشغول في مزاولة حدث مستمر اهو. بيقول انت كنت بتعمل ايه بقى؟ طيب يبقى الماضي البسيط اللي هو بعبر عن حدث انتهى بسرعة ما ينفعش استخدمه، اللي هو الماضي البسيط. الماضي التام بستخدمه لما يكون حاجة حصلت قبل حاجة في الماضي، وكده كده ده مضارع مش هينفع لان السياق بتاعنا ماضي، الفعل ده ماضي والفعل ده كمان ماضي. المسألة اللي بعدها رقم 12 while she not her homework my sister was listening to music. الإجابة هتكون was doing اللي هو زمانين حصلوا في وقت واحد وكان الاثنين مستمرين في الماضي. هي كانت بتعمل الواجب وأختها كانت بتستمع للموسيقى، وحلينا واحدة زيها قبل كده المسألة دي. رقم 13 my mother made me a cake it not of lemon. الإجابة هتكون فعل tasted اللي هو يعتبر non action verb، فعل لا يوضع في الأزمنة المستمرة إلا إذا كان له معنى ثاني طبعا، لكن هو هنا بيقول أمي عملت لي تورتة التيستد أوف ليمون، يعني كان طعمها اللي هي التورتة يعني ليمون، كان طعمها إت هنا بتعود على مين؟ على الكيك. لكن لو قلت مثلا ممكن أقول ماي ماذر واز تيستينج ذا كيك، يعني أمي كانت تتذوق، كانت بتدوق التورته، ممكن تمشي في فعل مستمر اذا كان بمعناها يتذوق. لكن لما اقول التيستد اوف ليمون يعني كان لها طعم الليمون اللي هي التورته يعني. رقم 14 هو نقط تو بيفور ذا ستارت اوف ذا ليسون ذس مورنينج. اداه الاستفهام هو اللي هي انا جت اداه الاستفهام عشان في الاخر علامه استفهام. ممكن تسال عن الفاعل وممكن تسال عن المفعول. لو بتسال عن الفاعل يبقى بيجي بعدها فعل، وانا في الاختيارات هنا مفيش ولا فعل. طبعا ده فعل مساعد ملناش دعوه بيه اللي هو هاف وديد، انا قصدي فعل اساسي. يبقى هي بتسال عن ايه؟ يبقى هي هنا بتسال عن مفعول. طيب طالما بتسال عن مفعول يبقى انت عاوز ترتيب حاله سؤال اللي هو فعل مساعد وبعدين فاعل وبعدين فعل ايه؟ فعل اساسي. طيب نيجي بعد كده للزمن، بيقول لي قبل بداية الدرس هذا الصباح، النهارده الصبح. قبل بداية الدرس النهارده الصبح، التعبير ده والكلام ده على بعضه بيوحي بانه في زمن الايه؟
تمام في زمن الماضي. يبقى المضارع ده حالة السؤال اللي في المضارع ده هي مش نافعة. وهنا دي مش ترتيب حالة سؤال، اللي هو احنا عاوزين فعل مساعد وبعدين فاعل وبعدين فعل اساسي، دي ناقصة مش نافعة. فاضل عندي where you speak و did you speak. لو بصينا للسؤال ده where مفروض يجي بعد الفاعل verb ing عشان يبقى ماضي مستمر، لكن ده مصدر غلط. فاضل عندي حالة سؤال في زمن الماضي البسيط اللي هي did you speak. رقم 15 I looked a book when you phoned me last night. الإجابة هتكون I was reading، اللي هو كان حدث مستمر قطعه حدث بسيط. فين الحدث اللي قطعه؟ when you phoned me، لما انت اتصلت بي، اهو اتصلك بي اهو، ده قطع الحدث الطويل اللي هو ايه؟ ان انا كنت بقرأ كتاب. رقم 16 I was running not I slipped and broke my leg. طبعا الإجابة هنا هتكون when، اللي بتقول انا كنت بجري عندما اتزحلقت وكسرت رجلي، برضو كان حدث مستمر، حدث طويل قطعه حدث قصير. طبعا الأسبوع عنها بمجرد مش هتنفع، وديورنج بيجي بعدها اسم ما بيجيش بعدها جملة، ويل بيجي بعدها الحدث الطويل مش الحدث القصير. لكن انت لو لاحظت هنا الانزلاق، ان الواحد يتزحلق ورجله تكسر، ده مش حدث طويل ما بيستغرقش فترة طويلة، لكن ويل بيجي بعدها الحدث الطويل اللي هو بيكون في زمن الماضي المستمر غالبا. رقم 17 The teacher not out just now. كلمة just now من الكلمات الدالة على زمن الماضي البسيط. ممكن ترجع للكلمات الدالة في الكتاب هنا وتشوف الكلمات الدالة وترجعها كويس، هتلاقي من ضمنها just now، يبقى هناخد went، لأنك ممكن تتلخبط ما بين كلمة now وكلمة just now. now بتدل على المضارع وخصوصا المضارع المستمر، لكن just now بتدل على الماضي البسيط. رقم 18 She was going around a corner and suddenly she not an accident. الإجابة هتكون كلمة made، لأنك لو بصيت بقول لي في الجملة she was going around a corner، كانت بتلف حوالين الناصية، يعني عندك هنا ناصية اهي، ناصية شارع، وهي كانت بتلف، يعني في واحدة راكبة عربية وبتلف حوالين الناصية وفجأة عملت حادثة. طيب was going اللي هو زمانها ماضي مستمر، يبقى ده كان حدث مستمر. نكتب فين اللي هي الحاجة اللي زي دي كده اللي انا عملها الرسمة دي، ده كان حدث مستمر اهو، عماله تلف حوالين الناصيه وفجاه، كلمه صدر اللي معناها فجاه، عملت حادثه. يبقى كان حدث مستمر قطعه حدث بسيط او حدث قصير. رقم 19 when someone knocked on the door I was reading a novel. الاجابه knocked، وده حدث بتعبر عن الماضي البسيط، بيعبر عن الحدث القصير، والماضي المستمر بيعبر عن الحدث الطويل. فانا كنت بقرا روايه اهو، بقرا روايه اهو حدث طويل، وفجأة إيه اللي حصل؟ شخص ما نقط طرق على الباب، يعني خبط على الباب، حدث قصير قطع حدث طويل. رقم 20 while not over Cairo the pyramids looked great. الإجابة هتكون while traveling، والجملة كان أصلها while I was traveling، حذفنا I وحذفنا was وسبنا الفيرب ing. رقم 21 I always not breakfast before I went to school. الإجابة هيكون زمن الماضي البسيط، لأن أنت عندك هنا كلمة من الكلمات الدالة على العادة، اللي الكلمات اللي بتدل على العادة زي كلمة always و usually و often. ظروف التكرار دي ممكن تيجي مع فعل في زمن الماضي البسيط لتدل على العادة في الماضي. يعني هتساوي إيه؟ هتساوي used to eat، كأن يعني بيقول أنا كنت متعود أفطر الفطار بتاعي قبل ما أروح المدرسة. رقم 22 while my mother was making the dinner I knocked after my baby sister. الإجابة هتكون زمن الماضي المستمر، اللي هو معناها حدثين كانوا بيحصلوا مع بعض في وقت واحد. أمي كانت بتحضر العشاء أهي، وأنا كنت بأعتني وباخد بالي من أختي الصغيرة، حدثان استمر في وقت واحد في الماضي. رقم 23 This car not to me 3 years ago. كلمة years ago أو كلمة ago بالظبط هي بتدل على زمن الماضي البسيط، فأنت هتختار كلمة belonged to me. طيب المسألة اللي بعدها رقم 24 I not a noise
while I was studying last night. برضو كلمة last night أحد التعبيرات الدالة على الماضي البسيط، يبقى الإجابة هتكون هنا هنختار الفعل heard. طب انت لو بصيت كمان في الجملة مش هتلاقي الفعل واحد، انت عندك while وجاي بعدها هنا ماضي مستمر، يبقى ده كان في حدث مستمر اهو. يا ترى ايه الحدث المستمر؟ اللي هو ان انا كنت بذاكر، I was studying. طب ايه الحدث اللي قطعه؟ I heard a noise، سمعت صوت ضوضاء، سمعت صوت دوشة بينما كنت بذاكر. يبقى ده الحدث القصير، سماعي للدوشة ده الحدث القصير اللي قطع الحدث الطويل اللي هو مذاكرتي يعني. رقم 25 شي نقط ال when I visited her. الإجابة هتكون seemed اللي هو زمن الماضي البسيط، لأن السياق بتاعك ماضي visited، يبقى المضارع ده مش هينفع اللي هي seems، وكمان المضارع التام ده مش هينفع لأن السياق ماضي. طب ليه ما ناخدش الماضي المستمر ده؟ الفعل seem من الأفعال التي لا تضع في الأزمنة المستمرة لأنه non action verb، non action verb. في هنا خطأ طباعة، الاي مكتوبة هنا سمول اللي هو معناها انا، الضمير اي بيكون كابيتال في اي مكان في الجملة. رقم 26 while I not at home a man knocked me on the door and asked for help. الاجابة هتكون was، وطبعا برضو لان الفعل الverb to be لا يوضع في الازمنة المستمرة حتى لو جي بعد while، لان while بيجي بعدها ماضي مستمر، فمش هينفع ناخد was being ده، هنختار الverb to be اللي هو في زمن الماضي البسيط، عشان الفيرب تو بي من النون اكشن فيرب التي لا توضع في الازمنه المستمره، والسياق عندنا ايه زي ما احنا قلنا، السياق عندنا ماضي في فعل ماضي هنا وده كمان فعل ماضي، يبقى المضارع ده مش هينفع برضه وكمان موضوع في زمن مستمر. رقم 27 منى نقط لانش when her friend phoned her so she couldn't answer the phone. الاجابه هتكون منى was having lunch. ليه was having lunch؟ يعني كانت بتتناول الغداء، يعني كان حدث مستمر. طب ايه الحدث اللي قطع الحدث المستمر ده؟ هير فريند فون، هي صديقتها اتصلت بيها، يبقى الحدث الاتصال بتاع اللي هو باللون الاخضر ده، ده الاتصال بتاع صاحبتها بيها قطع الغداء بتاعها، قطع تناولها للغداء، يبقى حدث قصير قطع حدث طويل، حتى بيقول لك لذلك لم تستطع ان ترد عليها. رقم 28 when I was young I not swimming to playing tennis. لو بصيت للسياق هتلاقي السياق ماضي، ادي فعل was اهو فعل ماضي، يبقى انت محتاج فعل ماضي، يبقى prefer المضارع مش هتنفع، وhave preferred المضارع التام مش هتنفع، يبقى انت هتختار زمن الماضي البسيط اللي هو preferred، لان عندك was preferring اللي هو معناها يفضل في زمن مستمر لا يوضع في الازمنه المستمره، الفعل يفضل لا يوضع في الازمنه المستمره لانه non action verb. والجملة معناها عندما كنت صغير كنت بفضل السباحة، تو هنا معناها على، بفضل السباحة على لعب التنس. وهنا ممكن نقول القاعدة بتاعت الفعل prefer، prefer بيجي بعدها اسم او verb ing وبعدين تو حرف الجر تو وبعدين noun اسم يعني او verb ing، ومعناها يفضل شيء على شيء. رقم 29 the patient not to hospital but he died there. لو بصينا لكلمة the patient اللي معناها المريض، يبقى المبني للمعلوم ده غلط، والمبني للمعلوم ده غلط، والمبني للمعلوم ده غلط. الإجابة هتكون was taken، أخذ هي الوحيدة فيهم اللي مبني للمجهول، يبقى المريض أخذ إلى المستشفى لكنه مات هناك، كل ده مبني للمعلوم مش هينفع. رقم 30 he used to be brutal but now he not. used to جاي بعدها verb to be، used to بتعبر عن الماضي، كلمة now بتعبر عن المضارع، وطالما بتعبر عن المضارع يبقى didn't مش هتنفع، wasn't مش هتنفع، لان الاثنين دول ماضي، ونحن عندنا كلمة now، وانت هنا عندك ايه verb to be، ودو قلناها في اول الفيديو، وطالما عندك هنا verb to be يبقى الاجابة هتكون isn't. طب لو كان عندك في اي فعل ثاني غير be كنا ناخد doesn't. رقم 31 I not in Alexandria a month ago. كلمة ago دالة على الماضي البسيط، يبقى انت هتختار was، مش هتنفع where لان where ما بتجيش مع was، والverb to be لا يوضع في الازمنة المستمرة زي ما احنا قلنا، ولان السياق ماضي مش هينفع ناخد المضارع ده. رقم 32 she entered the theater and not a ticket for the running play. لو بصيت للسياق هتلاقي الفعل ماضي وعندك حرف عطف، يبقى قلنا المعطوف زي المعطوف عليه، طالما انت عندك هنا فعل ماضي بسيط يبقى انت عاوز بعد حرف العطف برضه فعل ماضي بسيط، يبقى نختار ordered.
رقم 33 I not none of them that night. طلب عندك كلمة none اللي بتدل على النفي، يبقى أي فعل منفي مش هينفع. ليه؟ لأن نفي مع نفي إثبات، أو نفي النفي إثبات. طيب يبقى الإجابة هتكون إيه؟ ما عادش غير الصو هي اللي تنفع. طب ليه ما تنفعش والصين؟ والصين ده مبني المجهول. هتقول أنا اتشفت أو أنا رؤيت، تمت رؤيتي none of them، ولا أنا لم أرى أي واحد منهم، أنا ما شفتش ولا واحد فيهم ليلة امبارح. رقم 34 she cared for me not I was ill. ينفع تقول she cared for me when I was ill، عندما كنت مريض وبينما كنت مريض، الاثنين صح. يبقى الإجابة هتكون both B and C. هتقول لي طب ما while بيجي بعدها مضى مستمر وده مش مضى مستمر، هقول لك الفيرب تو بي لا يوضع في الأزمنة المستمرة. رقم 35 when the dog approached me I not I couldn't breathe. الإجابة هتكون كلمة felt، وطبعا لو بصينا للجملة بيقول عندما الكلب اقترب مني، طبعا approach فعل معناه يدنو ويقترب، عندما الكلب اقترب مني شعرت ان انا مش قادر او مش قادر اتنفس. فهنا الفعل feel من الافعال التي لا توضع في الازمنة المستمر، هو هنا مبني للمجهول. وصفلت انا شعر بي مش نفع، وهفلت ده مضارع والسياق ماضي approached، وكمان ده ماضي تام برضو مش هتنفع. رقم 36 she became a successful doctor not the age of 40. الإجابة هتكون كلمة آت، عشان التعبير ده the age of 40 بياخد الايه؟ بياخد حرف الجر آت، ما بياخدش when، when بيجي بعدها جملة. باي طبعا برضو مش هتنفع، لأن باي هنا معناها قبل، ولو كنا عاوزينها تنفع في الجملة كنا نخلي بكم ده هاد بكم، نخليها زمن الماضي الايه؟ زمن الماضي التام. وسنس هنا مش هتنفع خالص. رقم 37 how would he react if he knew his car isn't here. دي اف وجاي في جملة جواب الشرط would زائد المصدر، يبقى دي حالة ايه؟ حالة تانية. يبقى انت عاوز بعد اف زمن الماضي البسيط، الماضي البسيط هي كلمة new. رقم 38 I not tired this morning but I am okay now. يبقى الإجابة هتكون I was tired، لأن هو بيقارن حاله النهاردة الصبح ودلوقتي now. يبقى الجملة معناها أنا كنت تعبان متعب النهاردة الصبح لكن أنا كويس دلوقتي. عندي بعد كده Advanced Exercise اللي هو المسائل اللي فيها أفكار متقدمة، فيها تركات يعني. أول مسألة عندي بتقول I am not to getting up early لحد نهاية الجملة. هتلاقي to دي بعدها verb I ing، يبقى الإجابة هتكون accustomed to، ودي معناها معتاد على، وبتساوي am used to اللي بتعبر برضو عن عادة في المضارع ومعناها معتاد على، وبيجي بعدها verb ing. الاثنين نفس المعنى وبيعبروا عن عادة في المضارع وبيجي بعدهم verb ing. كلمة custom معناها عادة اللي هي العادات والتقاليد يعني، وكلمة customary معناها معتاد عليه، صفة يعني أو مألوف، شيء معتاد عليه الناس متعودة عليه أو مألوف بالنسبة للناس أو من قبيل العادة. رقم 40 كايرو I visited the Egyptian museum. الإجابة هتكون while in اللي هو بينما في القاهرة، يعني بينما كنت في القاهرة. الجملة كان أصلها while I was in Cairo. بنحذف ايه؟ بنحذف الفاعل وبنحذف الواز اللي هو الفيرب تو بي وبنلغي حرف الجر. من احد استخدامات وايل انه ممكن يجي بعدها ان وبعد ان مكان، لكن ديورنج بيجي بعدها اسم بيدل على فتره زمنيه. الاسم اللي بيجي بعد ديورنج لازم بيكون بيدل على فتره زمنيه، يعني مثلا ممكن تقول ديورنج ذا بريك اثناء الفسحه. كلمه ذا بريك ده اسم بيدل على فتره الفسحه يعني. وايل كمان ممكن يجي بعدها فيرب اي ان جي، بس طبعا هنا ما دامش فيرب دي كلمه كايرو. وايل لوحدها ممكن يجي بعدها كمان جمله، ديورنج ما بيجيش بعدها حرف جر خالص. رقم 41 نقط ان باريس اي ميت ا لوت اوف فيمس بيبل. شوف السؤال ده وركز فيه كويس جدا، بيقول ايه؟ ويتش كانت ستارت ذا سنتنس، يعني اي اختيار من الاختيارات اللي جايه دي لا يمكن ان نبدا به الجمله. اللي ما ينفعش نبدا بها الجمله هي while my stay،
انت ينفع تقول during my stay، دي صح. during بيجي بعدها اسم بيدل على فترة زمنية، ماشي دي صح. while ممكن يجي بعدها جملة في الماضي المستمر، صح. while ممكن يجي بعدها حرف جر ومكان زي المسألة اللي احنا حللناها رقم 40، دي برضو صح، لكن دي غلط. ما ينفعش اقول while ويجي بعدها اسم، ده غلط. رقم 42، I returned home when mother was preparing lunch. when means not. الإجابة هتكون كلمة while، لأن معنى كلمة when في الجملة دي معناها while بمعنى بينما، لأن لو تلاحظ هتلاقي جاي بعدها زمن ماضي إيه؟ ماضي مستمر. وده كان حدث مستمر استمر فترة من الزمن، قطعه حدث آخر. إيه الحدث اللي استمر؟ أمي كانت بتحضر الغداء. إيه الحدث اللي قطعه؟ I returned home. أنا عدت إلى المنزل. ليس مش هنا، هنا كلمة وين مش معناها قبل ولا معناها بعد ولا حتى ويتش لها علاقة بالموضوع خالص. رقم 43، I'd rather you not my mobile. هنختار زمن الماضي البسيط عشان التعبير ده اللي اسمه would rather لما بيجي بعده فاعل، الفاعل بيجي بعده جملة زمنها ماضي بسيط، يبقى كل الأزمنة دي مش نافعة وهنختار زمن الماضي البسيط. رقم 44، منى نقط a famous actor 2 months ago. الإجابة هتكون كلمة married، والجملة معناها منى تزوجت ممثل مشهور منذ شهرين. ما تنفعش got married رغم انها ماضي بسيط، لا ما تنفعش. ليه؟ لو عاوز got married تنفع احذف a famous actor اللي هو المفعول، got married ما بيجيش بعدها مفعول. وممكن تقول الجملة بالشكل ده، منى and a famous actor got married 2 months ago. يعني منى والممثل المشهور تزوجوا منذ شهرين. لكن عاوز تقول كلمة مارد لازم يجي بعدها مفعول، منى تزوجت من. طب المد المجهول ده كان ينفع؟ كان ينفع في حالة واحدة لو كان جه بعدها حرف الجر تو، was married to a famous actor، يعني زوجت إلى، منى زوجت إلى ممثل مشهور. هنا used to marry غلط خالص، لان مفيش حاجه اسمها ان منى كانت متعوده تتجوز ممثل مشهور. يعني كانت متعوده تتجوز ممثل مشهور منذ شهرين، طبعا المعنى مرفوض تماما. رقم 45، اخر مساله معانا في التمارين، I not my time at the park the other day. كلمه the other day ارجع للكلمات الداله على زمن الماضي البسيط هتلاقيها موجوده فيهم، يبقى احنا هنختار زمن الماضي البسيط اللي هو enjoyed. وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا، اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو. لو عجبكم الفيديو اضغط لايك للفيديو وشير الفيديو مع زمالك على اي وسيله من وسائل التواصل الاجتماعي. اتمنى لكم جميعا التوفيق، شكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.